السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا مراجعة لبدائل لكرسي، طبعا بما كرسي الجيمينج بما لا شك فيه أن أبرز الكراسي التي حصلت على تقييمات عالية هو أومال، وهو كرسي حصل على أكثر من 69,000 تقييم إيجابي على موقع أمازون، ولكن نظرا للسعر 3226 قد يرغب البعض في كراسي أقل قيمة وذات جودة ممتازة. فطبعا ما في شك أن العلامة التجارية هومال هي من أفضل العلامات في كراسي الجيمينج. كراسيها تحتوي على راحة أكثر، مرونة، مطاطية أكبر، عمر خدمة أطول، إطار من الستيل بشبكة 1.8 ملي متر، يوفر متانة واستقرار أكبر، جلد بوليبروتين اللطيف على البشرة والمقاوم للاحتراق. ما في شك مهما قلنا في الكرسي لأنه فيه حقه، متعدد الوظائف، عجلات دوارة 360 درجة بكثافة جهاز بسعة أجمل. إذا توفرت الإمكانيات لشراء كرسي هومال فأنا أقول توكل على الله. الرابط موجود في أسفل في صندوق الوصف، لكن إذا كانت الميزانية لا تسمح فإحنا أنا وفرت لك 5 بدائل أسعارها مناسبة جدا، خامات وإمكانيات، وفي النهاية الاختيار لك. طبعا أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. كرسي ألعاب من سونغ ميكس رينسينج، كرسي مكتب قابل للتعديل مع مسند للقدم، يتميز بتصميم مريح ويحتوي على إمالة آلية ومسند رأس ودعم قطني. سعة الوزن 150 كيلوغرام، أسود وأحمر لعلامة تجارية سونغ ميكس، اللون أسود وأحمر، المادة بلاستيك البوليرثين، فوم عالي الكثافة، فولاذ نايلون. أبعاد المنتج 10 سنتي في 70 في 30، الحجم أدجستبل، وزن السلعة 18 كيلو. ابدأ يومك وكن منتجا، لا تدع المقعد غير المناسب يؤثر على انتاجيتك في العمل، مع نطاق ارتفاع قابل للتعديل من 47 إلى 57 سنتي، وزاوية إمالة خلفية عالية من 90 إلى 135 درجة، فإن كرسي المكتب هذا يتيح لك إيجاد وضع الجلوس المناسب والاستمرار في العمل بكفاءة. راحة لا حصر لها، يتميز هذا الكرسي المريح بآلية الميل بدعم فائق لأسفل الظهر ومسند للرأس وعجلات نايلون لا تسبب أي إزعاج، مما يسمح لجسمك بالاسترخاء حتى تتمكن من التركيز على العمل أثناء الجلوس في رفاهية مريحة. التفاصيل مهمة جدا، الجزء الداخلي من المقعد ومسند الظهر ودعم أسفل الظهر مبطن بأسفنجة عالية الكثافة لن تتلف بسهولة، بغض النظر عن العمل أو اللعب، فإن مسند الظهر المريح يحاكي انحناءات جسمك مما يوفر دعما مستمرا. مقعد آمن وسهل التجميع، اجتازت اسطوانة العودة التلقائية اختبار شركة تي يو في رينالد وفقا لمعيار محدد. ببساطة قم بتجميع كرسي عن طريق رابط بعض البراغي، وهذا كل شيء سوف تنضم إلى زملائك في الفريق. السعر الآن، سعر المنتج 911 ريال بتخفيض 17%. الكرسي الثاني وستجدون رابطه في صندوق الوصف هو كرسي مكتب جلد مريح قابل للتعديل، يظهر بظهر عالي مناسب أيضا لألعاب الفيديو مع مسند للرأس ووسادة للظهر من دارتون بلون أسود أو أسود أزرق. العلامة التجارية داتا زون، اللون أزرق، المادة جلد، إبعاد المنتج موجودة في الوصف في الرابط ستجدونها، وزن السلعة 17 كيلو، ونمط الظهر جيد، يتضمن الكرسي مسند رأس قابل للتعديل والإزالة ووسادة دعم أسفل الظهر لتوفير أقصى قدر من الراحة عند اللعب أو العمل لساعات طويلة. يتميز بمساند الذراعين ذات تصميمات عريضة وسميكة ومريحة، ويمكن تعديلها وفقا لاستخدام اللاعب. يمكنك التحرك بحرية مع عجلات دوارة شديدة التحمل من النايلون بسماكة 60 ملي. يتميز هذا الكرسي بتصميم يمكنه من الانحناء حتى 180 درجة، مما يسمح للمستخدم بالاسترخاء وتعديل وضع الظهر للحصول على أفضل زاوية. يتميز بقوة تحمل عالية للأوزان حتى 150 كيلو. ستجدون السعر يظهر على الشاشة الآن.
كرسي الثالث كرسي أرينا دوار للألعاب سباق من أوفيس هيبو من الجلد الصناعي بلون أسود وأحمر. مقاسات موجودة في الرابط. العلامة التجارية أوفيس هيبو، اللون أحمر، الجلد صناعي، الحجم لارج، وزن السلعة 14.5، نمط الظهر ظهر وسادة، كرسي سباق الدوار أنيق مع مقعد وظهر مبطن بسخاء مع مساند ذراع مبطنة لمزيد من الراحة خلال فترات الاستخدام الطويلة. آلية القفل لمالة تسمح للمستخدم بتثبيت الكرسي في وضع مستقيم أو حر. مقبض التحكم في الالتواء لضبط ضغط الإمالة يناسب وزن جسمك بشكل مثالي. ارتفاع المقعد قابل للتعديل لرفع الغاز مع رفع غاز من فئة 4، وهو أعلى جودة متاحة للمستخدمين حتى 115 كيلوغرام. ضمان على المكونات لمدة 5 سنوات وعمان ضمان للتنجيد. الأبعاد ستجدونها في الرابط أدنى في صندوق الوصف. الكرسي الرابع كرسي ألعاب مريح قابل للتعديل بظهر مرتفع مع خاصية التدليك. كرسي ألعاب من الجلد الصناعي للبالغين بنمط سباق. كرسي ألعاب كمبيوتر مع مسند للرأس دعم للظهر، يأتي بلون جلد أسود. العلامة التجارية جينيريك، اللون أسود، المادة جلد. الأبعاد 130x70x48. وزن السلعة 17 كيلو. نمط الظهر سولد باك، مادة الإطار أولي ستيل. ميزة خاصة مسند الذراع، مسند الذراع رولينج. تعليمات العناية بالمنتج تجدونها في الرابط. نوع المادة ليذر. الكرسي الخامس كرسي ألعاب مصنوع من الجلد الناعم. كرسي مع مسند قابل للإمالة من ملتي هوم فرنستر. اللون العلامة التجارية ملتي هوم فرنستر، اللون أحمر، المادة جلد صناعي. نمط الظهر ظهر سادة، مادة الإطار سبيكة. توسط الاستخدام لحد الأقصى 150 كيلوغرام. مسند ظهر وقدم قابل للإمالة لمزيد من راحة أثناء لعب الفيديو. ثابت ومتين، قاعدة متينة تعزيز الثبات والحركة. هو كرسي كمبيوتر لألعاب الفيديو مصمم لوزن ثقيل. سهل التركيب، مضمون. اتبع التعليمات التي ستأتي معه، ولكن إذا كنت بحاجة إلى دعم فهم هناك في خدمة عملاء سيساعدون بتلقي اتصالك. سهل التركيب، يحتوي على إطارات هيدروليكية وآلات وإطارات. هذه هي بدائل مناسبة بأسعار مناسبة، حصلت على تقييمات ممتازة في موقع أمازون. جميع الروابط موجودة في الوصف. أتمنى أني قدمت لكم ما يساعدكم في اختيار كرسي متناسب جدا مع الميزانية، وإلى اللقاء في فيديو آخر.